شيء تحليل التكهن. اوكي التحليل الميداني بخلاف الكلوب تجم تكون قبل الاسبيرانس في التحسن نتاعها. دونك ترتيبه النادي الافريقي الكلوب افريكان تحسنت في الشامبيونان الاسبيرانس تحسنت في الشامبيون في السوبر كوب. الكلوب افريك ليتوال التحسين نتاعها ماهوش موجود. تلعب بطريقه كل ماتش وماتش اليات اليات دو دوميني لادفيرسير مازال مش عند ليتوال. ليتوال تلعب اون رياكسيون. باه سي يوسف الكلوب افريكان في الايامات الاخرانيه الكلوب افريكان امبوز لو جو نتاعها. ليسبيرانس بدات تجي التوجه. النجم لا دونك النجم النجم حاليا مثال سي يوسف النجم حاليا نوايير سي يوسف حسب رايك الى حد اليوم النادي الافريقي هو الافضل الثاني الترجي قادم والنجم ياتي هو الثالث. نعم هذا ترتيب الى حد اليوم. النجم النجم باش يلعب بالاسم نتاعو كيما هز الشامبيونان عام الاول بالاكسبيريونس نتاع المدرب نتاعو. اما هزها بار ميريت زاد عام الاول. لا ميريت الاكسبيريونس قلت لك مريد يعرف كيفاش يتعامل مع الوضع نتاع الفريق نتاعو. والمونستير انا لت... أه؟ والمونستير للمونستير انا قلت هنا المونستير انت هي... قلت بكري كلمه قلت باش يلعبوا كوب دافريك. انا حكيت ثلاثه هذا باش يلعبوا كوب دافريك. شكون شي المونستير فافوري هي فافوري خاطر تقعد ديما مرتاحه باش يلعبوا احد واربعه. اي نعم وخاصه باش نشوفوا انه فما مقابلات باش تصير في كوب دافريك في وسط معناها المونستير مونستير ماشي في التطور نتاعها. اما نحكي انا من يقول اش قال عبد الباقي قال معناها تصور احتمال مستقبل. أنا نقول في التيران اللي نشوفه فيه تو في التيران مش ال 20 يوم باش تجيب لك شهر. لا 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 نحكي مش كن فيكون تو تو لا نحكي على سي اس اس مش كن فيكون تعرف مستير تو مش كن فيكون سي يوسف هو مش كن فيكون سي يوسف سي يوسف خاطر تو انت عملت 3 ديفات دي سويت وعملت نول كنت تخسره عملت نول كنت تخسره باي وانا تفرجنا في الماتش الماتش هذا نتاع نتاع المرسى ماهوش ريفيرونس بيان سور ماهوش ريفيرونس حب يقول انت بهنا توت سويت تحب تلعب شامبيونان بالعكس يتضر لو كان يحط روحه باش يلعب شامبيونان يتضر خاطر اول ديفيت يعملها يرجع لبوان دو ديبار. دونك انا هذا المشاكل نتاعي يوسف يكفيه انه يمشي للبلاي اوف في المرحله هذه. لا لا ماشي للبلاي اوف. لا 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 اما ما يلزموش يفكر في البطوله. لا الميريت باش يمشي للبلاي اوف الميريت اما ما يلزموش يفكر في البطوله. ولهنا نسال يوسف الميريت بارابور للمستوى نتاعه ولا بارابور للمستوى المنافسين؟ على خاطر ما عرفوش يستغلوا فوالا الوحده نتاعه. هذه اناليز اناليز بلاش عاطفه. لا لا بلاش عاطفه سي يوسف بلاش عاطفه اللي ينجموا يسبوني خلي يسبوا لا مش نحكيهم بكل صراحه.